وللمزيد بشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق حول قرار إعلان يوم الغدير عطلة رسمية وتبعات ذلك على لحمة الشعب، معنا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني. حياكم الله دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله. أصدرتم دكتور في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا رفضتم فيه العمل بقانون إقرار يوم الغدير، واعتبرتم ذلك الأمر مثيرا للجدل والطائفية والفتنة أيضا. يعني لماذا هذا الوصف بعد إجماع البرلمان عليه؟ بداية تحية لجنابك الكريم وقناة الله خدين ومشاهديها الأكارم. عيد الغدير كما نعلم هو خاص بطائفة معينة وهم الشيعة حصرا، فهو خاص بهم ولا يتعداهم إلى غيره، وهو مبني على تأويلات وتفسيرات خاطئة وغير صحيحة لحادثة تاريخية معينة. وهذه التأويلات والتفسيرات لم يقل بها لا سيدنا علي ولا أي شخص من آل البيت رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ولم يقل به أحد من الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل تم حشر هذه التفسيرات لإثارة الفتن بين المسلمين. بل إن سيرة سيدنا علي رضي الله عنه ومن بعده الحسن والحسين وآل البيت تتناقض تماما مع التفسير والمفهوم الخاطئ الذي تم إدخاله وحشره في المعتقدات الشيعية. هذا من جانب. من جانب آخر، هذا التفسير الذي حشر حشرا يتضارب ويتناقض مع تاريخ الأمة الإسلامية على مر قرون من الزمن وعلى عملها، بمعنى أنه يتناقض مع ما يؤمن به ويعتقد به أكثر من 1.5 مليار مسلم، أن الخليفة الحق الأول، إمام الحق الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه الصحابة ومنهم سيدنا علي وآل البيت، هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ومعلوم أن أهل السنة من المسلمين تتجاوز أعدادهم 1.5 مليار مسلم، وحتى أهل السنة في العراق هم الأغلبية، فنسبتهم الحقيقة تتجاوز حتى 60%. أما إقراره من البرلمان فنحن نعلم جميعا أن البرلمان مبني على المحاصصة الطائفية والعرقية التي جاء بها الاحتلال، وفرض حصص ونسب معينة لأهداف المحتل بدأت آثارها بعد أشهر قليلة من الاحتلال. ولذلك ما يراد تمريره من الأحزاب الطائفية مثلا يمررونه قسرا، سواء بالترغيب أو الترهيب. فلا عبرة لما يقال أنه إجماع، خصوصا أن الذين كانوا حاضرين في البرلمان لم يصلوا إلى عدد 170 شخص. ففرضه على الشعب العراقي طبعا سيكون مثيرا للجدل الطائفية وتبعاته خطيرة جدا. وبالمناسبة إقرار مثل هذه المناسبات ستفتح الباب إلى أمور أخرى أكثر سوءا، ستشعل نار الطائفية في البلاد، وهذا ما حذرت منه الهيئة وتحذر منه دكتور. دكتور ثامر، يعني الغريب بالأمر أن مقتدى الصدر لديه وجهة نظر مغايرة، حيث يقول ومن معه إن إقرار قانون يوم الغدير عطلة هو السبب وراءه لدرء الفتنة وتوحيد العراقيين. يعني هنا السؤال الذي يطرح نفسه، أين الوحدة في الموضوع؟ هذا تضارب، وهو كلام لا يمكن لعاقل أن يقبله، لأننا نعلم أن عيد الغدير هو يخالف ما سبق وبينته، أنه هو فقط للشيعة حصرا والسنة لا يؤمنون به، وهو يضرب حتى مفهوم أو ما يفهمه أو ما عمل به كما تقدم سلفا، ما عمل به سيدنا علي رضي الله عنه، فهو كان أحد وزراء أو الأمراء أو العاملين في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي خلافة سيدنا عمر، وفي خلافة سيدنا عثمان، كان هو أحد القادة لدى هؤلاء الخلفاء. فأن يأتي شخص الآن ويفرض هذا المفهوم الخاطئ الذي هو يرفض أن يكون الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق، فهذا تضارب ولا يمكن أن يقبل به، خصوصا أنه يتضارب مع مفاهيم كما قلت وما يؤمن به أهل السنة على مدى قرون من الزمن. نعم. طيب دكتور، مراكز بحوث حقيقة قالت إن قضية يوم الغدير ما هي إلا انعكاس لصراع الشركاء السياسيين على السلطة، والدليل في ذلك أن ميليشيا العصائب رفعت من سقف المطالب ودعت لتغيير اسم العراق إلى الدولة العلوية. ألا يناقض هذا دعوات الأحزاب بشأن الدولة العراقية الحديثة وشعارات الديمقراطية والمدنية؟
بلا شك نعم يتعارض تماما، ونحن سلفا وقلنا أن الأحزاب المتسلطة والطائفية على رقاب الشعب العراقي ثبت فشلها على مدار 20 عام من حكم البلاد، ولم تستطيع أن توفر حياة كريمة للشعب العراقي سواء الشيعي منها أو السني أو المسلم أو المسيحي. فالشعب العراقي الآن يعاني مثلا من شدة الحر لعدم وجود كهرباء، يعاني من انعدام الماء الصالح للشرب، يعاني من عدد من عدم توفير لقمة العيش، لأن الأحزاب المتسلطة الطائفية سرقت خيرات الشعب وجوعت ولم تحقق له شيئا، وهي لا تستطيع أن تستمر في السيطرة على الحكم إلا من خلال إثارة الفتن الطائفية. فسنرى نعم سنرى أن مقتدى الصدر يرفع السقف ثم يأتي الخزعلي ويرفع السقف أكثر لإشغال الشعب العراقي عن المطالب بحقوقه والحياة الكريمة، محاولة ضرب الشعب بعضه ببعض. ولذلك نعم أنا أتوقع أن المرحلة القادمة ستثار فيها أمور طائفية بكثرة، لأن الأحزاب السياسية مفلسة ولا تملك شيء من أمرها، فهي تدار من خارج العراق من أمريكا وإيران، ومن جاء بهم هم أمريكا وإيران ويدعون أنهم يمثلون العراق وهم لا يمثلون العراق، أو يدعون حتى أنهم يمثلون طائفتهم والحقيقة أنهم غير ذلك، لأن الأفعال على الأرض وسرقاتهم لخيرات الشعب وما نراه من الشعب العراقي معاناة كبيرة تدل على أن العراق ليس في ديمقراطية ولا في حرية. طيب وأنه يعاني معاناة كبيرة. دكتور، إذا كانت الميليشيات تستطيع أن تجني ثمار زراعة الطائفية، فلماذا ينساق من يصفون أنفسهم بممثلي السنة خلف هذه التيارات؟ من يدعون تمثيل السنة يعلمون تماما أنهم لا قيمة لهم في العملية السياسية الحالية، وأنهم مجرد أرقام موجودة لتكملة العدد لا أكثر، فلا فائدة منهم ترجى لخدمة الشعب العراقي عامة وأهل السنة منه. ولذلك تواجدهم في العملية السياسية الحالية هو من أجل مصالح ومكاسب شخصية فئوية ولا تتجاوز ذلك، ولا يمكن أن تتعدى هذه المصالح هذه الأمور إلا ممكن أن تكون مصالح حزبية ضيقة، فلا فائدة ترجى منهم لا في دفع ضرر ولا في جلب مصلحة. وقضية عطلة الغدير ربما تكون دليلا على ما أقول، بل إن هذه العطلة المفروضة هي تخالف حتى الدستور الذي أقرته الأحزاب الطائفية نفسها، بمعنى أنه لو كان هناك من يدعي حقيقة تمثيل للسنة لكان أبسط الخطوات التي سلكها كان رفع دعوى ضد هذا القانون، وبحكم القانون ملغى لأنه يدعو إلى الطائفية ويدعو إلى فتن الطائفية، وتمرير هذا يعني أنه ترسيخ مفهوم الطائفية، حتى وإن افترضنا وهو متوقع أن المحكمة الاتحادية ستقر هذا القانون، ولكن سيصلون إلى أنهم قاموا على أقل شيء بالواجب الذي هو منوط بهم، وبنفس الوقت هم سيكشفون الحقائق الموجودة لجميع من يحاول أن يغالط نفسه بأن هناك نظام ديمقراطي في العراق، ومن هنا سيكون فعلهم هذا تعري للنظام السياسي بأكمله. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني.